امتدت معارك الحرب المستعرة في السودان إلى الغرب ووصلت إلى دارفور، فصارع كل طرف إلى استمالة مكونات ذلك الإقليم، ما يؤجج الصراع العرقي هناك وينذر بتحول البلاد إلى ساحات مفتوحة لاقتتال أهلي. فقد ظهر زعماء 7 قبائل عربية بجنوب دارفور في مقطع مصور انتشر كنار في هشيم، لأنهم دعوا أتباعهم للانضمام للدعم السريع وترك الجيش، وهي الدعوة التي قوبلت بتحذيرات من تقسيم جنوب دارفور إلى عرب وغير عرب، سيما بعد ما حدث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. فالخطر، كل الخطر، يكمن في عودة النعرات القبلية لإقليم لطالما عانى من الحرب الأهلية، خاصة وأن الوضع القبلي هناك معقد لدرجة غير متصورة. فمثلاً المسؤول الثاني في عمليات الجيش في نيالة عاصمة جنوب دارفور هو جنرال ينتمي إلى قبيلة عربية هي قبيلة المسيرية، وهي نفس القبيلة التي كذلك ينتمي إليها الرجل الثاني بعمليات الجيش في ولاية شرق دارفور المجاورة، كما أن الكثير من ضباط الجيش ينتمون إلى قبيلة الرزيقات التي ينحدر منها أيضاً قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو. وهنا لا يجب علينا أبداً إغفال ظهور زعيم الرزيقات في المقطع المصور المشار إليه سلفاً، وحتى الآن لا إعلان عن أي تمرد داخل الجيش السوداني، بل اعتبرت مصادر داخله أن هذا الاحتمال هو سيناريو مبالغ فيه رغم ترحيب الدعم السريع بدعوة زعماء القبائل. ولكن ماذا سيكون رد فعل الجيش السوداني؟ هل سيلجأ مثلاً إلى تسليح القبائل الأخرى الداعمة له؟ أم سيقوى على مواجهة جبهة واسعة ومتحدة وعريضة ضده في جنوب دارفور، حيث سقطت بالفعل معظم قواعده هناك؟ وفي الإجابتين للأسف الشديد تفوح رائحة كريهة بحرب أهلية بغيضة في أرجاء السودان لا قدر الله.